بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ربكم بخير. ان شاء الله نشرح موضوع اللي هو الهيمرج والشوك. نبدأ اول حاجة بالهيمرج. يعني وانا ذاكرتها كده، ذاكرت الاول الهيمرج وبعد كده رحت ذاكرت الشوك، فظبطت معايا يعني الحمد لله. فعندنا اول حاجة اللي هو الهيمرج، هو زيتونة نزلوا الفايل بس صراحة هي دي مش موجودة فيها، تمام؟ فانا صورتها يعني من الكتاب. عندنا اول حاجة الهيمرج، هنقسمها حسب السايت، حسب التايب، حسب التايمينج، حسب الايتولوجي. اول حاجه حسب السايت، ان هي ممكن تكون اكسترنال ممكن تكون انترنال. اكسترنال شبه مثلا ان في جرح على سكين، او جرح، او النزيف ده اصلا بيطلع مثلا من البق، هيماتيمسيس من المخير، بيستاكسيس وهكذا، تمام؟ او ممكن يكون حاجه انترنال اللي هو مثلا ان النزيف ده جوه في الجسم، تمام، وعماله يعبي في حته، اما يعبي في الانترستيشيوم، تمام، فبيعمق شبه مثلا في حاله اللي هو الفراكشر هيماتوما، او مثلا بيعبي في البادي كافيتي. عندنا البادي كافيتي عباره عن ثلاثه اللي هو البلوره والبريكارديوم والايه والبروتونيوم. البريكارديوم والبروتونيوم، قصدي البلوره والبريكارديوم اللي هو الهيموثوراكس، والبروتونيوم اللي هو هيموبروتونيوم، تمام. بعد كده ممكن نقسم الهيمورجي حسب التايب اوف الديسربتد فيزلز، اللي هو يا اما يكون ارتريال يا اما يكون فينوس يا اما يكون كابيلاري. الارتريال بيكون البلد بتاعها بيكون برايت ريد شبه ما احنا عارفين، وبيكون بالستايل. الفينوس بيكون دارك ريد وبيكون ايه اسيدي فلو. اما الكابيلاري بيكون ماله، بيكون اللي هو ديفيوز اوز اللي هو بيندع كده، لان الكابيلاري حاجه بسيطه، تمام، وبيكون برضو ايه برايت ريد بلاد. وبيقول ان الارتريا جايه من البروكسيمال اند، دي حته الدكتور وهدان قالها يعني، والفينوس جايه من الايم الديستال اند. احنا بنقولها كمراجعه سريعه كده لان ايه ان شاء الله كلنا سامعين دكتور وهدان. التايمينج بقى ان انا ممكن اقسمها حسب التايم الى برايمري ورياكشنري وسكندري. البرايمري ده في وقت الحادثه، الرياكشنري بعد ما انا خدت غرزه في البلاد فيزلز وقفلته، بعدها ب 24 ساعه راح فتح تاني، تمام، حصل سليبد ليجيتشر او حصل ديسلوجيد كلوت، تمام. او مثلا سكندري هيمورج، ان هو حصل بعد اسبوعين او اسبوع من التروما، تمام، نتيجه ان حصل انفكشن في مكان الجرح، تمام، ففضل يعمل ايرودنج للبلاد فيزلز، تمام، فحصل نزيف تاني يعني. وبيقول ان هي لو كانت في اللارج بلاد فيزلز ساعتها ايه هيكون حاجه فيك. ممكن حسب السبب الى ايه، الى تروماتيك وباثولوجيكال وبليدنج ايه ديزيز. التروماتيك بقى اللي هو اكسيدنتال او سيرجيكال او انترفنشنال، والانترفنشنال اللي هو مثلا وانا بعمل حاجه شبه مثلا اللي هو البي تي سي. البي تي سي دي عباره عن بيركوتينوس ايه ترانس هيباتيك كولانجيوجرام، ان انا بخش كده بانبوب كده، تمام، بنخش في البلاد فيزلز بتاعه الليفر، سواء مثلا الهيباتيك ارتري او البورتال فين والجماعه دول. المهم ممكن واحنا داخلين كده ايه نعور الفيزلز دي، تمام، فدي هيعمل هيمورج. ممكن يكون السبب بتاعها باثولوجيكال اللي هو مثلا ان هو عنده اثيروسكلروزس، عندها انفلاماتوري ديزيز، عنده نيوبلازم وهكذا. دي كلها حاجات برضو ممكن تسبب مين هيمورج. ممكن يكون ان هو بليدنج ديزيز اللي هو عنده بليدنج تندنسي، ان هو مثلا امراض السيوله بتزود نسبه حدوث التروماتيك والباثولوجيكال بليدنج، غير كمان ان هي ممكن تسبب سبونتينوس بليدنج. فالجدول اللي على الجنب ده اللي هو الكومن كوزس اوف سيفير هيموريدج، ده ايه ده اللي هو اعاده لها تاني برضه، تمام. بعد كده عندنا اللي هو الباس فيسيولوجيكال ريسبونس تو الهيموريدج. ان انا عندي الجسم بيدي رد فعل نتيجه للنزيف ده، ان هو اول حاجه بيحاول ان هو يوقفه، وبيحاول ان هو ايه يعوض، بيحاول يوقف اللي هو ستوبينج، وبيحاول ان هو يعوض اللي هو بيحافظ على السيركولاتوري فوليوم والبرفيوجن للكريتيكال تيشو شبه البرين والهارت. ان هو بيحاول ان هو بقى يحافظ على اللي هي الفايتال اورجان دي اللي هي البرين والهارت، ان هي البلد بتاعها وصل لها بما يرضي الله يعني، تمام. بعيدا بقى عن ايه عن اي تيشو تانية ملهاش لازمه قوي شبه مثلا السكين والسكليتال ماسلز والايه والسبلانكينج. يعني هو بيشفط الدم من الحته دي ويوديه للحتت ايه الاهم اللي هو البرين والايه والهارت، تمام. فاول حاجه ان هو بيحاول ان هو يوقف النزيف، تمام، اللي هو ستوبنج البليدنج عن طريق ان هو بيعمل فاز كونستريكشن وبيعمل انتي ريتراكشن. وبعد كده بتيجي بقى البليتلت تتجمع وتعمل بليتلت بلاد، وبعد كده تتكون بلاد كلوت فتقفل ايه منطقه الايه النزيف، تمام تمام. ودون بيكون مور افكتيف لو انا الفيزلز بتاعتي كانت مقطوعه ترانسكتد، يعني قطع عرضي كده، تمام، وليس طولي، يعني مش على طول الفيزلز كده، تمام، لان لو هو سايد تير ساعتها الفازو كونستريكشن لما يجي يحصل هيروح فتحه اكتر، تمام، فيحصل ايه بليدنج اكتر. في التروماتيك برضو عن الباثولوجيكال، ليه؟ قال لان في الباثولوجيكال بيكون عندي فيه فايبرس تيشو. ليه يعني ايه الفرق يعني فايبرس تيشو موجوده ولا مش موجوده؟ لا، هو هيكون فيه فرق لان الفايبرس تيشو شبه ما احنا عارفين ان هي بتشد وبتكون لازقه في الحاجه، تمام، فيجي الفيزلز يعمل فازو كونستريكشن، الفايبرس تيشو تشد قصاده، تمام، فما يعرفش ان هو يعمل ايه فازو كونستريكشن، تمام.
بعد كده عندنا الجسم بيحاول بقى ان هو يعوض فقد السوائل دي، تمام، بان هو بيحافظ على السيركولاتري فوليوم والبرفوجن اللي رايح للكريتيكال تيشو عن الليس كريتيكال تيشو شبه السكين والسكيتا ماسل والسبلانكينج مين اريا، تمام. ودول عن طريق ايه؟ عن طريق بقى حبه ايه ميكانيزمات كده ماشيين ورا بعض، ايه هنفهمهم من صوره كده. تعالوا ما نجيب الصوره، ايه الصوره اهي، هنفهم النورمال بتاع الصوره وبعد كده هنشوف الجسم عمل ايه في حاله النزيف. قال لي والله في النورمال ان انا عندي الكاروتيد ساينس الموجوده في الانترنال جوجرال فين وال اسمها ايه والاورتيك ارش الباروسيبتور يعني الموجوده فيه ده طالع منه النيرف رقم 9 طالع من الكاروتيد ساينس، تمام، والاورتيك ارش طالع منه النيرف رقم ايه 10، تمام. عندي لما بيكون عندي اسمه ده زيادة في البلاد بريجر، تمام، الاتنين دول بيحسوا الزيادة في البلاد بريجر، تمام، فبيروحوا طالعين بقى في ماشيين في الباسوي بتاعهم دون، يعني ماشيين في الافرنت دون، احنا كده ماشيين افرنت، تمام، بيروحوا بقى للنيوكلاس هنا اسمها ان تي اس اللي هو سوليتري نيوكلاس، تمام، او نيوكلاس اوف سوليتري تراكت اي حاجه يعني. المهم النيوكلاس دي بيطلع منها حاجتين، بيطلع منها الفيجاس نيرف، تمام، اللي هيروح يشتغل على الهارت ويعمل برادي كارديا ويقلل الكارديك اوت بوت، تمام، ويقلل الكونتراكتيلتي يعني، ويطلع منها كمان بصوي كده بيعمل انهيبيشن لمين للسيمباثيتك اللي بيروح يشتغل على الهارت والبلاد فيزلز والادرينال مضله والجماعه دول، تمام. في حاله بقى في حالتنا دلوقتي النزيف حصل ايه؟ حصل نقص في البلاد بريشر، تمام، فبالتالي ال اسمها ايه الباروسيبتور او الاسترتش ريسبتور الموجوده في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش مش حاسه باي تنشن خالص، تمام، فكده الباسواي بتاعهم هيقفل، تمام، كده الفيجاس هيحصل له انهيبيشن، تمام، مش هيشتغل، وبالتالي القلب بقى هيشتغل عليه مين؟ هيشتغل عليه السمباثيتك اللي المفروض ان السمباثيتك ده كان بيحصل له انهيبيشن من ايه من دول، طب دول هم اللي حصل لهم انهيبيشن دلوقتي، يبقى السمباثيتك ايه هيشتغل، تمام. السمباثيتك بقى بتاعي ده هيشتغل هيطلع هيعمل ايه يعني؟ قال لي والله هيطلع السمباثيتك هيروح يشتغل على الهارت يعمل لي يزود لي الكونتراكتيلتي، تمام، فيعمل لي اللي هو تاكي كارديا، تمام، ويزود الكاردياك اوت بوت، هيروح يشتغل على البلاد فيزلز اللي هو مين بقى؟ قال لي على الفين وعلى الارتريول، تمام، هو على الهارت اشتغل على مين؟ قال لي على اللي هي البيتا 1 ريسبتور، تمام، على الارتريول والجماعه دول هيشتغل على مين؟ على الالفا، تمام، فهيعمل كونستريكشن للارتريول، تمام، وهيعمل برضو فين كونستريكشن، تمام، الفين كونستريكشن علشان ان هو يعني يحافظ ان البلد كله يكون رايح للهارت بس، تمام، وهيعمل كونستريكشن للارتريول اللي هي بقى في المناطق البعيده اللي هو في السكين والسكيلتال ماسل والسبلانكينك اريا علشان ايه يقلل البلد اللي رايح لهم، وبرضو ان هو يحافظ على البلد رايح لمين للهارت ورايح لمين للبرين، تمام، فكده بزود حاجه اسمها بريفرال ريزيستنس. المهم يعني ان احنا دلوقتي السمباثيتك لما اتحفز اشتغل على الهارت عمل لي زياده في الكارديك اوتبوت، واشتغل على الارتريول والفينيول اللي هو الفين والارتريول يعني، وعمل لهم فازو كونستريكشن، تمام، تمام، وبرضو السمباثيتك هيروح يشتغل على مين؟ هيروح يشتغل لي على الادرينالين مضله، هيخليها تطلع مين؟ هيخليها تطلع لي الكاتيكولامينز. الكاتيكولامينز دول بيروح يشتغلوا ايه؟ برضو بيروح يشتغلوا على الهارت على البيتا ريسبتور، وعلى الفيزلز بيروح يشتغلوا على مين؟ على الالفا ريسبتور، تمام، تمام قوي. تمام، هنروح بقى مزودين ايه؟ ان انا عندي الفيزلز دهين اللي حصل فيها فازو كونستريكشن، من ضمنهم مين؟ من ضمنهم عندي الكيدني الافرنت بتاعها اللي داخل، احنا عارفين في الكيدني اللي هي البومنز كبسول بيخش فيه افرنت وبتعمل لي هنا كده مش فاكره اسمها ايه، المهم يعني وبيخرج الافرنت، تمام، وفي هنا ايه خلايا كده اسمها جاكستا جلوميريار ايه سيلز. المهم يعني ان انا عندي الافرنت دلوقتي حصل فيه ايه؟ حصل فيه فازو كونستريكشن، ما هو من ضمن ايه الفيزلز الموجوده في الجسم لما يحصل لها فازو كونستريكشن كده قل مين؟ قل البرفيوجن الرينال برفيوجن يعني الرينال برفيوجن، تمام، فساعتها الجاكستا جلوميريار سيلز دي هتحس، فطلع مين؟ هتطلع لي حاجه اسمه الرينين دون بيروح يشتغل على الانجيوتنسن الانجيوتنسينوجين الموجود في الليفر، تمام، ويحوله لانجيوتنسين 1، وبعد كده انجيوتنسين 1 بيروح في اللنج عن طريق انزيم كده بنسميه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم وبيحوله لانجيوتنسين 2. المهم الليله دي هي الايه هتطلع لي في الاخر يعني انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2
هيروح هيشتغل، هيعمل 3 حاجات. هيعمل ايه؟ والله هيروح برضو تاني، هيرجع للبلاد فيزلز دي، هيعمل لها فازو كونستريكشن، هيروح يشتغل على الادرينال جلاند الموجوده على الكيدني ويخليها تطلع مين؟ الالدوستيرون. هيروح يشتغل فوق، هيطلع لمين؟ للبيتوتري، للبيتوتري تمام، للهايبوثالاموس والجماعه دول، المهم هيخليهم يطلعوا مين؟ يطلعوا الاي دي اتش. الاي دي مين؟ اتش تمام. يبقى دلوقتي طلع لي هرمونين، الالدوستيرون وايه والاي دي اتش، وحصل فازو كونستريكشن فين؟ في البلاد فيزلز تمام. فالالدوستيرون هيروح يعمل سولت ووتر ريتنشن عشان ايه؟ يعني يعلي الضغط تمام. والاي دي اتش هي برضه دون انتي دايوريتيك هرمون، دون برضو بيمنع ايه الوتر اكسكريشن. يا رب ما اكونش ايه توهتكم. المهم ان احنا وقفنا لحد فين، ان انا دلوقتي السيمباثيك اشتغل على الهارت، عمل تاكي كارديا، اشتغل على البلاد فيزلز، عمل فازو كونستريكشن، اشتغل على الادرينال جلاند، خلاها تطلع مين؟ خلاها تطلع الكاتيكولامين. الكاتيكولامين راحت اشتغلت على الهارت، راحت اشتغلت على البلاد فيزلز تمام. البلاد فيزلز لما حصل لها فازو كونستريكشن، الكدني ايه؟ الكدني الجاكستا جلوميرولار سيلز بتاعتها اتحفزت نتيجه ان الرينال بيرفيوجن قل تمام. فخد دخلت كده في بسويس كتير، طلعت منها في الاخر انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 دون راح يشتغل على مين؟ قال راح يشتغل برضو على البلاد فيزلز تاني، وراح يشتغل على الادرينال جلاند خلاها تطلع الالدستيرون، وراح يشتغل فوق على مين؟ على الهايبوثالموس خلاها تطلع لمين؟ اسمه ده الاي دي اتش تمام. انا مش فاكر هو من البيتوتري ولا من الهايبوثالاموس، بس تقريبا البوستيرور بيتوتري جلاند تقريبا. بعد كده هو كده المفروض خلص تمام. المفروض كده قلنا في الباسو فيسيولوجيكال ريسبونس للهيمورج، قلنا النيورال وقلنا الاندوكراين، ناقص لنا حته اللي هو الكابيلاري تمام. ان انا عندي احنا قلنا من الفازو كونستريكشن اللي حصلت عندنا، حصل فازو كونستريكشن فين؟ في اللي هو في الارتريول تمام. فين؟ في الارتريول اللي هو في الكابيلاري يعني تمام. انا عندي مثلا ادي هو ودي الخليه تمام. احنا نفترض ان دي الخليه، ادي مثلا دون اللي هو الفين، وده ده الارتري، ودي دي الايه الكابيلر تمام. فانا عندي لما حصل فازو كونستريكشن في الكابيلر ده هي تمام، الفازو كونستريكشن عليها مع نقص البلاد فوليوم في الكابيلري تمام، خلى ايه؟ خلى الهيدروستاتيك بريجر الموجود في الكابيلر ده، اللي هو ايه الهيدروستاتيك بريجر؟ اللي هو قوه الطرد، قوه الطرد دي هي الهيدروستاتيك بريجر تمام، عكس مين؟ الاوزمولاريتي. الاوزمولاريتي قوه السحب تمام. فقوه الطرد قلت، لما يكون قوه الطرد قلت في الكابيلري ساعتها الاوزمولاريتي هتزيد تمام. فهتسحب مين؟ هتسحب الفلويد منين؟ من الانترستيشيوم تمام. فالانترستيشيوم فلويد هيتحرك ويروح يخش فين؟ في الكابيلري. فساعتها هيزيد مين؟ هيزيد البلاد فوليوم بتاع الكابيلري تمام، وهتقل الفيسكوستي. ايه الفيسكوستي؟ الفيسكوستي اللي هي اللزوجه. يعني دلوقتي انا عندي نتيجه ان انا دلوقتي سحبنا فلويد بس تمام، فالفلويد هو اللي زاد تمام. فبس مفيش سولتس في الدم اصلا، نتيجه ان هو نزف اصلا تمام. يعني الفلويد اللي خارج من الانترستيشن دول عباره عن ميه بس تمام، مش املاح وكده تمام. فهيكون الفيسكوستي قليله، ودون بيعمل هيمودليوجن تمام، فدون بيسهل يعني سرعه انسياب الدم ومش عارف ايه. المهم يعني ان احنا دلوقتي قلنا اللي هو الباسو فيسيولوجي، انا كده سستمت لكم الدنيا تمام. فانتوا ايه من الصوره دي ايه يعني اللي هو افتكروها بقى في الامتحان مثلا من الصوره، او لو عايزين بقى تبصموها من الكتاب. نرجع للكتاب هنشوف هو بيقول ايه. هو بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجه ان انا عندي حصل ايه؟ نيورال فاكتور. النيورال فاكتور ان انا عندي حصل نقص في الاستيميوليشن بتاعه الباروسيبتور تمام، فحصل انهيبيشن لمين؟ للفيجل والجلوسوفارينجيال تشارج، للفازوموتور سنتر لما هو طلع فوق يعني تمام. فالسيمباثيتك هو اللي اتحفز، لما السيمباثيتك اتحفز عمل لي فازو كونستريكشن في الفين وفازو كونستريكشن في الارتريول تمام، وعمل راح اشتغل على الهارت لما لو تفتكروا تمام، وعمل لي ايه زياده في الكونتراكتيليتي وزود الكاردياك اوتبوت. وعندي بقى الكابيلاري لما حصل فيها فازو كونستريكشن عملت لي حاجه اسمها ترانس كابيلاري اي ريفل. ايه ترانس كابيلاري ريفل؟ اللي هو ان الكابيلاري بترجع ان هي تملي تاني بالايه؟ بالبلد تمام. المهم يعني لما حصل نقص في البلد فوليوم في الكابيلاري وحصل فازو كونستريكشن في الارتريول تمام، فالكابيلاري هيدروستاتيك بريشر قل، فساعتها الانترستيشال فلويد اتحرك في يعني دخل في الكابيلاري، فزود البلد فوليوم وقلل مين؟ الفيسكوستي تمام. بعد كده عندنا اللي هو الايه؟ الاندوكراين. قلنا الاندوكراين لما هو بقى الفازو كونستريكشن في
قصدي اسمها ايه، السمباستيك برضو راح يشتغل على الادرينال مضله، تمام، وخلاها تطلع مين، كاتيكولامين. قلنا كاتيكولامين راحت اشتغلت على الفيزلز وعلى مين، وعلى الهارت، على الهارت زودت الهارت ريت، تمام، وعلى والكونتراكشن، تمام، وعلى الفيزلز عملت فازو كونستركشن ليها، تمام. وعندنا بقى اللي هو الرينال انجيوتنسين الدسترون سيستم، قلنا لما الرينال بيرفيوجن بتاع الكدني قل ساعتها الكدني طلعت الرينال، والرينال راح بقى اشتغل ايه شباب، احنا قلنا كده، وفي الاخر طلع لي مين، الاي دي اتش. الاي دي اتش طلع، واللي هو الاي دي اتش ده بيشتغل بقى بيرجع المايه ازاي تاني، قال لي عن طريق اللي هو الاكوا ريسبتور الموجوده في الكوليكتنج تيبيول، تمام، بيروح يشتغل عليها وبيروح مرجع المايه تاني، ميه بس، ميه بس. وبيقول ان هو في التركيز العالي قوي له بيعمل فازو كونستريكشن، تمام كده. في الاندوكراين سيبنا مين، سيبنا حبه ريسبتورات كده، قصدي حبه هرمونات اللي هو الاي سي تي اتش والكورتيزول والجروس هرمون والجلوكاجون، دول هيطلعوا برده في حاله ايه، الهيمورج، كنوع من الاستريس كده. لما اي شخص بيتعرض للاستريس اصلا بتتحفز البيتوتري، تمام، بتطلع الاسيد اتش اللي بيروح يطلع الكورتيزون والجماعه دول، تمام. فيحصل لي مين، هيحصل لي هايبر مين جلايسيميا. الهايبر جلايسيميا دي بتعمل ايه، دي بتزود الايه، الاوزمولاريتي. شباب ما احنا عارفين الجلوكوز لما يكون موجود في البلاط بيزود مين، الاوزمولاريتي. الاوزمولاريتي معنى كده دي ايه، دي قوه سحب، يبقى هتسحب مين، الميه، يبقى تسحب لي الميه منين، من انترا سيلولار فلويد، تمام تمام قوي. بعد كده كلينيكال مين بكتشر بتاعه الهيموريدج، الكلينيكال بريتشر بتاعت الهيموراج دي، عندنا حبه سيمتوم وحبه ساين. حبه سيمتوم ان انا بس مجموع في كلمه ايه، هفتان، بردان، عطشان، وهيغمى عليه، تمام. هفتان اللي هو عيان ويكنس، عمال يفقد دم اكيد يعني هفتان، وفينتنج بالذات لو هو وقف، والعيان ده بيشعر ببروده وسيرس، تمام، بروده، لان انا دلوقتي عمال افقد في البلد، والبلد ده هو المفروض ان هو بيحافظ على التمبريتشر بتاع جسمي، فالعيان عمال يخش في هايبوثيرميا وسيرس لان في فلويد هو بيفقده من جسمه، تمام. الساينز بقى بتاعتي عندنا المينتال ستيتس، العيان بيبدا من انكزايس وبينتهي بايه، بيدروزي، تمام، ولكن العيان طول الفتره دي هو اليرت، يعني صاحي معاك جدا، تمام. البالس والبلد بريشر عندنا، احنا قلنا البالس بيكون عالي، بيكون العيان عنده تاكي كارديا، تمام، والبلد بريشر بيقل، تمام، ولكن هنا مقسمينهم لمايلد ومايلد بلد لوز، تمام، ومور بلد لوز وبروجريسيف بلد ايه لوز. لو هو حبه بلد لوز كانوا اقل مثلا من نص لتر اللي هو اقل من 500 مللي يعني، فالعيان هيكون نورمال جدا يعني عادي، ولكن اي حاجه حصلت، تمام. لو كان اكتر من كده بقى بيبدا يحصل تاكي كارديا ويحصل ايه، البلد بريشر بيكون لسه ستيبل لو هو ايه اللي هو مر بلد لوز، لكن لو بروجريسيف ساعتها بقى ايه، بيكون عنده اورثوستاتيك هاي بوتنشن اللي هي بروجريسيف هاي بوتنشن، تمام. البلس بريشر بقى، البلس بريشر ده هو الفرق بين اسمه ايه، الدايسوليك والسيستوليك، تمام. فده بيقل ليه، لان دلوقتي البلد بريشر بتاعي بيقل، تمام، فاكيد البلس بريشر الفرق بينهم هيقل، تمام. فبيكون عندنا 3 دي بولس. بعد كده عندنا اللي هو ريسبيراتوري ريت، بيبدا العيان ان هو يخش في تاكيبنيا وايه هانجر. طب ليه بقى العيان دلوقتي بيفقد ايه، بلد، تمام، فالبلد ده مش هو اللي كان حامل الاكسجين، ايوه تمام. فالعيان دلوقتي دخل مني في هايبوكسيميا، غير كمان ان انا عندي السيلز اللي مش رايح لها بلد ده، اللي انا عملت فازو كونستريكشن الارتيول بتاعتها، فما بقاش يروح لها بلد، بدات ان هي تشتغل على الان ايروبيك ايه، ميتابوليزم، تمام، فدخل فبتطلع لي لاكتيك اسيد، فبتعمل مين، اسيدوزيس. فالهايبوكسيميا والاسيدوزيس الاثنين مع بعض ايه، بيحفزوا الكيمو ريسبتورز اللي هي بتاعه الريسبيريشن، تمام، فعملوا لي تاكيبنيا وايه ايه هانجر، تمام. تمبريتشر قلنا شباب قلنا ان العيان بيخش في هايبوثيرميا نتيجه ان هو بيفقد البلد اللي هو بيدفيه اصلا، والهايبوثيرميا دي متحفز عمليه الايه، الكواجولاسي، تمام تمام. السكن بيبدا ان هو يكون بيل وكولد وكلامي ونقص في الكابيلاري فيل بتاعته، تمام، وكولابسد فين، بيل وكولد وكلامي، لان اصلا دلوقتي مفيش بلد رايح له، تمام، فدلوقتي هيكون بردان، تمام، ونقص في الكابيلاري ريفل نتيجه ان هي ايه، نتيجه ان هي حصل فيها فازو كونستركشن، والفين برضو حصل فيها فازو كونستركشن فبقت كولابسد، تمام تمام. ولكن الجلد بيكون عرقان. طب عرقان ليه، لان انا شبه ما قلت لكم ان السمباثيك متحفز، فالسمباثيك بيشتغل على سويتي جلاند، تمام، فايه فبيحفز، تمام. العيان ده الرينال بيرفيوجن بتاعه بيكون قليل، فبيكون عنده مين، اوليجوريا، تمام، جميل جدا. بعد كده عندنا اسمها ايه، الهيموراج بيقسموها الى اربع كلاسز كده، حسب اللي هو كميه البلاد لوز واستجابه الجسم له. عندنا كلاس 1 وعندنا كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. اول حاجه كلاس 1، بصوا وانا هقراه طلاب وعتره، فايه فهسيبه بقى وانتوا اقراوه مع بعض مع نفسكم كده.
بس انا عايزه اقول فيه بس ان انا عندي كلاس 1 دون الشخص بيكون ايه نورمال تمام. كلاس 2 الشخص بيبدا ان هو يفقد كتير ولكن الجسم بتاعه بيعوض اللي هو كومبنسيتد تمام. كلاس 3 لا العيان بيكون دي كومبنسيتد ما بيعرفش يعوض فبيحتاج ان انا الحقه، لو ما لحقتهوش بيخش في المرحله اللي بعدها الرابعه اللي هو العيان بيخش مني في مالتيبل اورجان فيلور ماشي، اللي هو شوك بقى خلاص العيان بيشك مني تمام. تمام طب تمام. العيان بقى جه لي وانا ايه وانا مثلا عرفت ان هو مثلا كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 ازاي بقى مثلا بعرف، او مثلا لو انا عايزه احول له دم او عايزه اعرف مثلا كميه الدم اللي هو فقدها فهعرفها منين؟ قال لي والله البلاد الاستيميتنج بلاد لوز بعرفه من 3 حاجات تمام. الاول حاجه اللي هو الكلينيكال داتا، الكلينيكال داتا اللي هو تقريبا يعني ان مثلا بيقولوا لي ان هو نزف في مكان الحادثه تقريبا 1 لتر تمام. فاحنا بنحسب كميه الدم الموجود في المنطقه اللي هو ايه اللي هو كان فيها مثلا 1 لتر تمام. تاني حاجه او مثلا ان ال ما علينا، المهم يعني اول حاجه من الكلينيكال داتا. تاني حاجه اللي هو من نوع الانجري، والله لو عنده وانا عنده فراكشر في التبيا فانا بتوقع ان هو نزف من نص لواحد ونص، لو عنده فراكشر في الشفت بتاع الفيمر فانا بتوقع ان هو نزف من نص لاتنين، لو في البلفس فانا بتوقع ان هو نزف من 2 لـ3. تالت حاجه ان انا بقى لو هو دخل مني في عمليه فانا بحسب كميه الدم اللي هو فقدها من في العمليه ازاي. قال لي كميه الدم الموجوده في السكشن ريسيرفوار، ايه السكشن ريسيرفوار ده؟ مش احنا عارفين ان احنا في العمليات كده لما بقى افتح بيكون معانا جهاز سكشن كده بيفضل يشفط يشفط، فاحنا بنحسب كميه الحاجات اللي احنا شفطناها دي، كميه الدم اللي احنا شفطناه زائد الايه زائد كميه اللي اسمها ايه القطن اللي هو السواب يعني اللي هي متغرقه بالدم، مش هو برضو وانا داخله كده بفضل امسك في قطن وشاش كده وافضل ايه انشف بيه، فهو دي بس ايه بس دي بس كميه الدم اللي كانت فيها بحسبها ازاي، بوزن الفوط دي قبل العمليه وبطرح وزن وقصدي وبوزنها بعد العمليه وبطرح الاثنين من بعض تمام، فيطلع لي ايه كميه الدم اللي ايه اللي انا نشفتها زائد او قصدي بضربها بقى في 1.5 لـ2، ولكن بضربها في 1.5 لـ2 دي في هي العمليات اللي هي الميجر سيرجري يعني تمام. المهم يعني ان البلاد لوز في العمليه بحسبه ازاي من كميه الدم اللي انا سحبتها في السكشن زائد كميه الدم اللي انا ايه نشفتها بالفوط تمام. تمام يبقى دي كميه الدم اللي انا فقدنا اللي احنا فقدناها بنحسبها ايه يا إيه اما من الكلينيكال داتا يا إيه اما من نوع الانجري يا إيه اما من البادلوز في الايه في الاوبريشن. بعد كده الانفستيجيشن اللي انا بعملها للعيان دي، قال لي والله الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها ان انا باخد منه عين الدم عشان اشوف السي بي سي الهيماتوكرايت اتابعه بقى تمام، كواجوليشن بروفايل هل العيان ده اصلا بدا مثلا يخش في كواجوليشن، يعني احنا قلنا ان العيان ده لما نتيجه ان هو فقد دم بيخش مني في هايبوثيرميا والهايبوثيرميا بتعمل كواجوليشن، فانا بشوف بقى هل حصل مثلا كواجوليشن ولا لا او كده تمام. وبرده باخد عينه الدم علشان نعمل كروس ماتشنج عشان لو انا هنقل له دم وكده تمام. بعمل بتابعه بقى بعمل بتابع البلاد لاكتيت، هل البلاد لاكتيت اللي هو اللاكتيك اسيد زاد في البلاد ولا لا، هل البي سي او 2 والبي او 2 اخبارهم ايه، الالكترولايت تمام وهكذا. بعد كده هنخش بقى في ايه في التريتمنت، وحته التريتمنت دي ايه رخمه شويه بس ايه ان شاء الله هنظبطها. حته التريتمنت هي نفس يعني خطواتها هي نفس اللي الجسم عمله، احنا بنعمل شبه الجسم، الجسم وقف وعوض فاحنا برضو هنوقف ونعوض وهنتابع ولكن بعد التعويض برضو هعوضه باكسجين وهتابعه تمام. فاول حاجه ان انا بعمل ستوب للهيموراج، تاني حاجه ان انا بعمل ريستور للبلاد فوليوم، تالت حاجه ان انا بعمل اوبتمايز اكسجين ديليفري، وبعد كده بعمل له ايه مونيتورين تمام. تمام فاول حاجه اللي هو ستوب ذا هيموراج، ازاي بقى هوقف الهيموراج؟ قال لي بثلاثه بي وضعيه اللي هو البوزيشن والبريشر والباك. البوزيشن ان انا بحط العيان ده اللي هو برفع بعمل الليفيشن لللمب فوق الهارت ليفل، لان انا الوضعيه دي لما بعملها بتوقف لي الفينوس وبتقلل الارتيريال بليدنج تمام. تاني حاجه بريجر بضغط على المنطقه اللي هي بتنزف بايه، قال لي والله يا اما تغطيها بدريسنج اي كلين ماتيريال او تضغطي مثلا مانيوالي بايدك مثلا او بسفيجمانومتر كف او ببندج اي حاجه تمام، ولكن التركنيكي ما تعملوش خالص 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 الا وانت خلاص قررت ان انت هتبتري ايد العين تمام، هتعملي له امبيوتيشن تمام. في برضو حاجات كده معينه بيستخدموها في حتت معينه، يعني مثلا عندي حاجه اسمها نيموتيك انتي شوك جيرمنت. نيموتيك انتي شوك جيرمنت لو جبت لها صوره على جوجل كده هتلاقوها عباره عن شبه حزام كبير كده تمام، بروح
حطاه على وسط العيان لو هو عنده نزيف في البلفس او نزيف في الابدومين، تمام، او في اللور ليمب، تمام، وبيفضلوا بقى ايه ينفخوا فيه، ينفخوا فيه، عامل شبه فكره عمل اسمها ايه السفيجم وانا مترقف في كده بالظبط، تمام. ولكن دي بقى بتحتاج ان انت تقف على وزن معين كده تنفخ، شبه اللي هي بتاعه اللي بتنفخ العجل دي، تمام، او اللي بتنفخ عجل العربيات يعني. في عندنا حاجة اسمها بالون تامبوناد، وبرضو لو جبت لها صورة على جوجل هتلاقوها يعني. المهم يعني ان انا دي بستخدمها في حالة اللي هو الاسوفاجيال فاليس، لو انا عايزة اسد النزيف اللي في الاسوفاجس فبستخدم اللي هو البالون تامبوناد. بعد كده ان انا عايزة بقى اعوض كمية الدم اللي هو فقدها، ماشي، انا وقفت النزيف وكتر خيري قوي، ولكن انا عايزة اعوض، ما العين هيموت لو انا ما عوضتوش. قال لي والله ده على حسب الكلاس، والله لو هو كلاس 1 شبه ما قلنا دون، لو نرجع لها كده كلاس 1 ده العيان فقد يعني ما وصلش لاكتر من 15% من دمه، تمام، اللي هو يعني 75، من المفروض ان احنا في جسمنا تقريبا 5 لتر، 5 لتر دم، تمام، فهو فقد 75%، تمام، فدي مش حاجه يعني، تمام، فده نورمال، مش محتاج مني، ممكن نعلق له فلويد رينجر لاكتيت ولا حاجه، بس مش برضو مش قوي يعني. كلاس 2 بقى هو اللي هنبدا ان احنا لازم نعلق، تمام، وكلاس 3 وكلاس 4. كلاس 2 اللي هو فقد من 15 ل 30%، اللي هو يعني من 75 ل 1.5 لتر، تمام. كلاس 3 اللي هو فقد من 30 ل 40%، اللي هو من 1.5 ل 2 لتر. كلاس 4 اللي هو فقد اكتر من 40%، اللي هي 2 لتر، تمام. كلاس 3 دي بقى شبه ما قلنا اللي هو ايه مالتيبل اورجان فيلر بتبدا ان هي تحصل. قلنا هعوض حسب مين الكلاس، قلنا كلاس 1 مش هنعمل له حاجه، كلاس 2 هو اللي هنبدا ان احنا ايه نشتغل. فقال لي في الاول كده هو العين جاي لك نزيف، ابدا احقنه، حط يعني في جسمه 2 كانولا، 2 لارج بور كانولا، تمام. هتحطهم فين؟ يا اما تحطهم في البريفرال فين في الابر ليمب، تمام، او تروح تعمل قط داون كده في اللونج سافنس فين، احنا عارفين منطقه اللونج سافنس فين، تمام. هنروح مقشرين الجلد كده ونفضل نفتح نفتح لحد ما نوصل للفين، نروح مطلعين الفين بايدنا كده، تمام، ونروح فاتحينه، ودي اسمها قط داون، قط شوت داون، تمام، تمام. فالاثنين لارج بور كانولا دول واحدة بناخد بيها عينة دم، تمام، واحدة بندخل بيها الايه الفلويد، تمام، تمام. فانا باخد اهو عينة دم علشان ايه، عشان اشوف التايبنج والكورس ماتشنج. المهم بقى اول حاجة كلاس 2، كلاس 2 دون اللي هو فقط من 15 ل 30% دم، دون اللي هو من 75 ل 1.5 لتر يعني، دون ايه، دون بعوضه باللي هو الرينجر لاكتيت، ودون بديله 3 تايم من الاستيمات الديفيست، يعني احنا قلنا فوق ان احنا حسبنا كمية الدم من ايه، يا اما من الكلينيكال داتا، يا اما من نوع الانجري، يا اما من البلد لوز، تمام، تمام. فانا بقى مثلا لو العيان فاقد 1 لتر فانا هديله ايه، هديله 3 لتر اللي هو 3 اضعاف اللي هو فاقده. ليه؟ قال لي ان الرينجر لاكتيت ده من نوع الكريستالويد. ايه بقى الكريستالويد؟ قال لي ان انا عندي الفلويد في منها نوعين، كريستالويد وكولويد. الكريستالويد دي اللي هي بتديفيوز من ال يعني بتديفيوز في الانترستيشيوم وتروح للسيلز، تمام، فيتبقى في البلاد فيزلز 1 لتر بس، تمام، يعني لو هي 3 بيتبقى 1 لتر بس. اما الكولويد لا، دي بتفضل زي ما هي. ومن انواع الكولويد بقى شبه مثلا اللي هو الديكستران، البلازما، وهكذا يعني، تمام، تمام. المهم دلوقتي ان انا عندي فرينجر لاكتيت، انا هدي العيان 3 اضعاف اللي هو فاقده، تمام، تمام. ليه؟ لان الكوليسترول بتديفيوز اوت اوف ذا كابيلاري. طب الادمنستريشن، ان انا ببدا اديله اول حاجه 2 لتر وبديها كبولس، يعني اللي هي كجرعه واحده كده على طول، وبستنى الريسبونس. والله لو العيان ده اتحسن هديله بقى اللتر اللي فاضي دون، اللي فاضل قصدي، سلولي. طب لو هو مودريت امبروفمنت، يعني ما اتحسنش قوي، لا دون ايه دون، هبدا بقى ان انا اشوف هل العيان دون الكميه اللي انا كنت مديها له كانت ان اديكويت، ولا هو العيان دون عنده في بليدنج جوه وانا مش شايفاه، ولا العيان دون بيخش في كارديوجينيك شوك، وهاخدها من انواع الشوك يعني، اللي هو ان بيحصل مايوكارديال انسفيشنسي، ان القلب بيبدا يحصل له فيلور، تمام. فانا ايه بشك في الثلاثه دول، يا اما ان اديكوات، يا اما كونتينوس بليدنج، يا اما مايوكاردال انسفيشنسي اللي هي بامب فيلور. طب ازاي بقى هفرق بينهم؟ قال لي هو هي مش طالعه في الصوره هنا معايا. المهم يعني هي في الكتاب الان اديكوات ريبليسمنت دي بقى ان احنا بنحسب اللي احنا اديناه له وبتاع. الكونتينوس بليدنج ان انا بقيس حاجه اسمها سي في بي اللي هي سنترال فينس بريشر، سنترال فينس بريشر ان انا بخش كده
بتاع كده بأنبوبة، تمام، بنخش يعني من ال من ال اسمه ايه ده، من الميديان، من الميديان فين، تمام، او الانترنال جوجرال فين او السب كليفيان، المهم اي واحد من الفينات دي، تمام، بنخش فيه بنخش فيه يعني، وبنفضل نمشي لحد ما نوصل لمين، للرايت اتريم، تمام. وفي الرايت اتريم بقى بنحسب ايه البريجر، تمام. المهم يعني ان السي في بي دي 1 هو نسبه، هو الاند دايستوليك بريجر في الايه، في الليفت فنتريكل، او البريجر يعني في الرايت اتريم. المهم يعني ان انا بقيس ايه البريجر، والله البريجر ده لو طلع قليل يبقى ده كونتينوس بليدنج، العيان ده عمال ينزف. طب لو هو طلع عالي، لا، العيان ده بامب فيلور، القلب بتاعه بايه بيخش في فيلور، تمام. بعد كده بيقول لي هون ان الكاردياك تامبوناد والتنشن نيمو سوركس لازم نستبعدهم، دي من اسباب الايه البامب فيلر، الكاردياك تامبوناد والتنشن ايه نيمو سوركس والمايوكارديال انسفيشنسي، الثلاث دول بيسببوا بامب فيلر. الكاردياك تامبوناد اللي هو يعني في دم عماله ايه يضغط على الارتر، على الهارت من بره. التنشن نيمو سوركس زي ما احنا عارفين النيمو سوركس يعني هو في البلوره، تمام، فدون تنشن يعني مش مفتوح، يعني عماله يضغط له على القلب، تمام، فدي كلها حاجات عمالة تضغط على القلب فما بتخلوش يشتغل حلو. ففي الحالة دي لو البليدنج لسه اكتف عمالة مستمر والعيان عمالة ضغطه يقل، فلازم ننقله بلد بسرعة، نعمله بلد ترانسفيوجن. يبقى اهم حاجة ان كلاس 2 ببدأ برينجر لاكتيت، بشوف بقى الايه الريسبونس، والله ديفينت يبقى خلاص كتر خيري قوي. لو هو مودريت ببدأ ايه استبعد بقى، تمام، ونفرق. الكلاس 3 وكلاس 4 لا، هنا لازم العيان ننقله ايه دم، لازم ننقله دم، نعمله بلد مين ترانسفيوجن. فالانيشال فوليوم اوف الترانسفيوزد بلاد بتساوي الكميه اللي هو فقدها، ليه؟ لان الدم ده من نوع الكلويد، يعني ما بيدفيوزش بره الكابيلاري، تمام. فبيقول لي في حاجه اسمها سيل سيفر، ايه السيل سيفر دي؟ اللي هي عباره عن ماكينه كده بيستخدموها بيشفطوا الدم اللي متجمع جوه الجسم، مثلا في السوركس او الابدومن، بيشفطوه ويحطوا عليه انتي كواجولانت، تمام، ويروحوا ايه مرجعينه تاني في الجسم، اللي هو بدل ما انا اروح ابحث في بنك الدم عن دم للعيان، لا، انا هاخد دمه وانضفه وادخله في جسمه تاني. تمام. فلو العين والله ما تحسنش برضو بعد ما انا نقلت له بلد وبتاع، فبرضو ببدا استبعد بقى لو تنشن نيمو سوركس، كاردياك تامبونات، كاردياك فيلور. لو استبعدناهم وبتاع وبرضو مش عارفين السبب، خلاص بنبدا نشك ان في سوركس او ابدومينال او بلفس ايه انجري، تمام. فدي بتحتاج على طول ان انا اخش في عمليه. بيقول لي بقى ان احنا بنبدا ان احنا بنفضل نديله بلاد ترانسفيوجن لحد ما الهيماتوكرايت يصبح 30%، او اليورين او البروت يصبح 50، او السي في بي يعلى الابر هاف. هو المفروض ان السي في بي البريشر ده من 5 مين ل 10، تمام، فهو فوق الخمسة، فوق الخمسة ده هو الابر هاف يعني، تمام. فلو السي في بي اعلى من 5 يعني 7 8 كده، فخلاص كده احنا وصلنا لايه للحد اللي احنا عايزينه. يبقى انا كده عوضت ايه اللي هو فقده. بعد كده ببدا ان انا ايه اعوضه بالاكسجين برضو، هو كان فاقد ايه اكسجين وفي خلايا ماتت نتيجه ايه نقص الاكسجين. فايه فلو هو كلاس 1 بديله 40% اكسجين عن طريق اللي هو الماسك وكده. طب لو هو كلاس 3 وكلاس 4 لا، بديله 100% ايه اكسجين، تمام. طب لو العيان برضو انا عمال اعوضه باكسجين بس هو برضو مش راضي يتحسن، فببدا ان انا اتيبه، تمام، اعمل له انتيوبيشن اللي هو اسمها ايه تراقيوستومي يعني، تمام، انتيوبيشن، وبحطه على الميكانيكال فنتليتور، وابدا ان انا استخدم دوبامين ودوبيوتامين. الدوبامين دون والدوبيوتامين دول عشان لو هو دخل في بامب فيلور اللي هو الهارت يعني حصل فيه فيلور وكده، فدول بيحسنوا القلب يعني، تمام. وبديله برده فازو دايلتر وفازو ايبلس بريسورس برده، دي حاجات بت ايه يعني الدوبامين والدوبيوتامين والفازو دايلتر دول علشان يحسنوا لي يعني لو العيان دخل مني في كارديوجينيك شوك اللي هو القلب بدا يحصل له فيلور وبدا ان هو يضعف، ان هو يعمل يعني بدا يقل السي او بي اللي هو الكاردياك اوتبوت وكده، فدول بيحسنوا يعني وبيمنعوا، تمام. يبقى احنا كده وقفنا نزيف وعوضنا اكسجين كمان. نبدا بقى نمونستر العيان، يعني نشوف هل اللي انا عملته ده كله جاب فايده ولا ما جابش. طب بعرف ازاي؟ بنعمل بقى حاجات الدنيا، تمام، كل ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، تمام. اللي هو بقى ببدا استبعد ان العيان ده دخل في كاردياك اريست فبعمله اي سي جي، ببدا استبعد ان هو دخل في اي ار دي اس اللي هو ادلت ريسبيرتوري ستريس سندروم، فببدا اعمل له مثلا في حاجه اسمها بي ار دبليو اللي هو بالمونري، اللي هو بريجر كده في البالمونري، تمام. المهم يعني نشوفه قدام في الشوك يعني. ببدا استبعد ان هو دخل في اكيوت رينال فيلور، تمام، عن طريق بقى ان احنا
بنقيس كمية اليورين، تمام، جي اي تي ديس فانكشن، ومثلا ستريس بليدنج، دي اي سي، الحاجات دي كلها بنبدأ ايه ان احنا نستبعدها عن طريق مثلا ان انا بعمل له هيماتوكرايت، اي سي جي، البي او 2 والبي سي او 2 والجماعة دول، تمام. وبرضه هو ان انا بركب العيان فول سكاستر، دي لازم اركبها للعيان علشان اشوف كمية اليورين اوت بوت، لو قلت ببدأ اشك ان العيان دخل مني في اكيوت رينال فيلور، تمام. بقيس له درجة الحرارة اللي هو ريكتال تمبريتشر، ليه؟ لان انا عندي درجة الحرارة لما بيخش في هايبوثيرميا بايه بتوقع ان هو هيخش في كواجيليشن وكده، تمام. الهيماتوكرايت برضه عشان نشوف الكواجيليشن وكده، الكاردياك مونيتورنج اللي هو الاي سي جي، تمام. في الناس بقى الكبار، الناس اللي هم الاولد بيشنت او الناس اللي هم الكومبرومايزد كاردياك ريزيرف، تمام، اللي هم عندهم مشاكل في القلب يعني، فتوقع ان العين دون لو دخل في كلاس 3 او كلاس 4، تمام، او ما بيستجيبش للكريسترويد ادمنستريشن، في دون لازم اعمل له ايه انفولف مين مونيتورنج. يعني هنا بيقول لك ان المونيتورنج اللي انت عملتها دي ما بتعملهاش في اي عام برضو، لا انت بتعملها في الناس اللي هم الاولد بيشنت، الناس اللي هم عندهم كاردياك مشاكل في القلب يعني، الناس اللي هم كلاس 3 كلاس 4 هيموريدج، الناس اللي هم ما بيستجيبوش للكريستالويد، دول هم اللي بعمل لهم ايه المونيتورنج اللي احنا قلنا عليها دي، تمام، اللي هو سي في بي، بلاد جاز، بلاد لاكتيت، الحاجات دي، تمام. فهنا بيقول لك اهو ان السي في بي والبلاد جاز والبلاد لاكتيت دي بعملها عشان اشوف هل العين دخل مني في انيروبيك ميتابوليزم ولا لا. ليه؟ لان لو هو دخل في انيروبيك ميتابوليزم ساعتها البلاد لاكتيت هيزيد، تمام، البلاد جاز برضو السي او 2 هيزيد، تمام، والسي في بي برضو ايه هيزيد، تمام. فالتاني حاجه في حاجه اسمها بالمونري ارتري كاستر، ودي ان ايه عشان نشوف الليفت سايد هارت فيلر حصل ولا لا، اللي هي شبه ما قلت لكم ان العين لو دخل مني في اي ار دي اس، تمام، فممكن يحصل الاي ار دي اس اللي هو ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ده حصل نتيجه ايه؟ بصوا هي بصويس كتيره وكده، تمام، بس المهم يعني ان انا عندي احنا قلنا، بصوا هقول لكم حاجه على السريع بسرعه كده، ان انا عندي احنا قلنا نقص اسمها ايه، نقص درجه الحراره اللي هو الهايبوثيرميا، تمام، بتعمل مين؟ كواجيليشن، تمام. الكواجيليشن دون بيعمل ايه؟ بيمنع ان البلد يروح للخلايا، تمام. فالسيلز الخلايا لما بت يعني الخلايا دلوقتي في عندها هيبوكسيا وكده، تمام، فبتبدا ان هي تعتمد على انيروبيك باسوي، تمام، فبتطلع مين؟ لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد ده بيعمل لي مين؟ اسيدوز. الاسيدوز دي بتعمل لي ايه؟ فازو دايلاتيشن في كل البلاد فيزلز الموجوده في جسم، تمام. فالفازو دايلاتيشن ده بيعمل استجنيشن للبلاد، فالعيان بيخش مني ان الكواجريشن بتاعه بيكون عالي قوي، يعني بيحصل له سبونتينوس كواجريشن كده، فبيخش مني في حاجه اسمها دي اي سي، اللي هو ايه الدي اي سي؟ اللي هو ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجلوبس، اللي هو العيان كل جسمه في ايه، في كواجوليشن. المهم بقى الديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجلوبس دون بيبدا برضو ان هو ايه ياثر على الايه، على الخلايا كده، الهايبوكسيا للخلايا زادت قوي، تمام، فتبدا الخلايا ان هي بقى ايه، يعني الخليه هي، تمام، في عندي هنا حاجه اسمها ايه، صوديوم بوتاسيوم بوم، تمام. المهم يعني الصوديوم بوتاسيوم بومب دي بت ايه بتبوظ نتيجه الهايبوكسيا الجامده للخلايا، تمام. فالبوتاسيوم بيكون بره اللي هو بيحصل هايبر كاليميا، والصوديوم بيتحبس جوه، تمام. فالصوديوم لما بيخش جوه بيكون معاه مين؟ ميه، تمام. فالخلايا بت ايه بيحصل فيها اديما يعني، فبتربشر بتفرقع، تمام. فلما بتفرقع بتطلع لي مين؟ حاجات ميدياتورز كده، الميدياتورز دي بتروح بقى تتوزع في كل الجسم، تمام، بتروح بقى لللنج تعمل لي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، اللي هو ايه، المهم يعني اللي هو شبه خدنا في كورونا كده، تمام. فالميدياتور دي لما راحت لللنج عملت لي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، تمام، فممكن يعمل امبوليزم في البلمونري، في البلمونري ارتري، تمام. فالامبوليزم دي تسد الارتري دون، تمام، فبرضه هيقلب لي بحاجه اسمها ايه، كاربالمونال. المهم يعني ان القلب بيحصل فيه ليفت سايد هارت فيلور، تمام. الليفت سايد هارت فيلور ده ازاي بقى بعرف ان العيان دخل في الليله دي كلها؟ بقى عن طريق حاجه اسمها بالمونري ارتري كاستر. البالمونري ارتري كاستر دي هي شبه السي في بي كده برضو، ان انا دخلت بالبتاعه دي، تمام، وفضلت اوصل امشي 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 لحد ما وصلت لايه، للبالمونري ارتري، ودخلت في البرانش بتاع البالمونري ارتري، تمام، وحسبنا كميه الضغط اللي هناك، فدي بتوضح لي الضغط عامل ايه هناك وكده، تمام. فمنها بعرف العيان ده دخل في ليفت سايد هارت فيلور ولا ما دخلتش، تمام، لان لو هو دخل معنى كده ان الجسم هيخش مني في مالتيبل اورجان فيلور، يعني كده العيان بيشك مني وهيموت، تمام. بس كده انا حاسه انا طولت، سلام.